ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. ما لا طاقة لنا به أي أمر تجد أنك لا تستطيع أن تتحمله أكثر من دعاء هذا الدعاء. رجل حيطلعوا من الشغل وما عارف مصلحة غير وما بيعرف حدا غير الناس اللي عم شغلوا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال غير واحد من السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال هو العشق. لأن الإنسان إذا عشق وصل إلى درجة الجنون، لذلك تلاقي مجنون ليلى، لا فعلا وصل الى درجه الجنون. طب انت اذا وجدت عاشق مش تيجي تتمسخر عليه، من ناحيتك بتقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واحمد الله سبحانه وتعالى ان عافاك مما ابتلاه به، انت لم تبتلى بما ابتليه، فاحمد الله وسل الله له العافيه، الله يعافيه، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.